السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيس ميكر هو موقع على الإنترنت اشتريته وفتحته مؤخرا. في نوع كتير جدا من الذكاء الصناعي، بحيث إن أنت تديله منطقة هو يبدأ يعمل التخطيط بتاعها ويبدأ يعمل لك حسابات ويعمل مقارنات وحاجات زي كده. فبيقولك سبيس ميكر بيعمل أناليسيس ديزاين إكسبلور أناليسيس في للشمس وللرياح واللايت والنويز والفيو يديك اكتر من نوع من انواع الديزاين، يعمل لك سيرو بشكل كويس. ده مثلا احد المشاريع اللي احنا كنا شغالين عليها. ممكن تقول له انا عايز اشوفها 2D او 3D، ممكن تقول له انا عايز هنا ابدا اشوف بقى ايه الشادو، تغير الشادو بالشكل دوت. الاسطح ممكن تعملها شفافية مثلا بالشكل دوت، ممكن تلغي الفانكشن. الماب ساتلايت ايمج نقلل شوية من الشادو. ممكن نقول له احنا عايزين بقى نشوف اوتدور اريا المعلومة بتاعتها، الصن الشمس بتاعتها، دي الفساد الدراسة لوضع الشمس. طبعا تقدر تغير الوقت والتاريخ اللي انت عايزه، هو يبدأ يعمل لك التحاليل بتاعتها. مثلا خليها في جنيوري، فيبدأ يعمل لك الدراسة ويوريك شكل الشمس بقى عامل ازاي في يناير في الوقت ده من السنة. كل الكلام ده اونلاين من غير ما تحمل حاجة على الجهاز بتاعك. داتا ممكن نخليها مايو، طبعا احنا مختارين يونايتد بوستون. تمام، كل ما هتغير طبعا اللوكيشن كل ما الإعداد كلها هتختلف. أول طيب أنا عايز الديلايت، فيبدأ يعمل لي الأناليس بتاعتها. ممكن اقول له انا عايز اعمل تحليل للنويز. وطبعا انا عندي اكتر من تصميم، ببدا اختار بينهم واشوف اني الافضل. اقدر اعمل كومبير مقارنات بين كذا مبنى واشوف انا الافضل ليا. هو دلوقتي بيعمل اناليسيس للنويز. الصن هي اتحملت بقت جاهزة. الفيو هنا الرياح هو دلوقتي هتطلبها وتبدأ بقى تتحمل معاه. السستينابيلتي الاريا، ايه الحاجات اللي هتبقى شايفه، مثلا البارك اللي شايفه النهر وهكذا. فنلاقي بعد شويه بدا يجيب لي النويز. هنا بيبقى النويز كتير زياده عن اللزوم وبيبدا تقل، ودي اللي انت مبقاش فيه ضوضاء بالشكل دوت. ده الجراوند وده لبقية الأدوار في الروف. ده الفيو والرياح بدأ يعملها الدراسة بتاعتها. طيب أي واحد من دول ممكن أجي هنا وأقول له إن أنا عايز أبدأ أعمل في دراسة، مثلا ستارت سايد ستادي أو ستارت هاي ستادي. ويقول لي بقى ايه العوامل اللي انت عايز تعملها. دي خصائص البيلدينج، مثلا اوفيس
الويتس قد ايه، التاور بيلدينج دايمنشن قد ايه، وهكذا. ممكن في بعض الاشكال تشيل علامة من عليها ان انت مش عاجبك التصميم دوت، مثلا عاجبك التصميم ده التصميم دوت. بالنسبة لي الارتفاع كله ثابت ولا متغير، اقل دور والمتوسط والماكسيمم، وبالنسبة لصن الفساد وهكذا. بتقوله جنريت، هو بالذكاء الصناعي بسرعة رهيبة وبيبدأ يعمل الحسابات بتاعته، ويوجد لك أشكال كتيرة جدا. تقدر تخصص الفلاتر بتاعتك، تقول له مثلا عايز المساحة بتاعت المبنى قد كده وهكذا تقدر. فكل ما بتخصص كل ما العدد بتاعهم بيقل على حسب الخصائص بتاعتك. ممكن لو مبنى عجبك تقول له فيفرد، فيبدأ يحطولك هنا، بحيث يبقى سهل عليك إن أنت ترجع للشكل اللي عجبك أو التصميم اللي عجبك. set as study base start a study، ممكن نقول له مثلا عايزين نبدأ ال high study. فبتبدأ تشوف بقى الإعدادات اللي أنت عايزها، ماكس ستوريد وهكذا. تبدأ تشوف الاختيارات بتاعتك وتقول له أنا عايز جنريت، فيبدأ يعمل لك أكثر من بديل. طبعا زمان كنت بتاخد أسابيع تعمل كل تصميم فيهم، تعمل التحليل وتشوف أفضل تصميم، وممكن تبني المبنى وبعد ما تخلص تكتشف ان كان في حاجة افضل. فهنا الموضوع بيبقى سهل وبسيط يعني واسرع، وبيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعته هنا، وبرك كليك تبدأ تلف حوالين المبنى بتاعك.